سلفي يقول لهم نعم يجوز له ذلك، ما في شيء. أنا لو قال أنا مسلم، أنا مسلم ومتوسط بالحق، وإذا قال أنا سلفي بس أخشى يكون مقابل انتسابات، ولا هو السلفي. طيب السلفية هم من يتبعوا الكتاب والسنة وعملوا بهما، فالسلفي ضد المبتدع، ضد المخالف شرع الله. جزاكم الله خير. على الجوال سمحت الشيخ، تقول السائلة ما حكم عمل الأبحاث للطلاب والطالبات بحكم أني عاطلة عن العمل وأبحث عن عمل شريف؟ هذا يضرهم، لأن قيامك بالبحث عنهم يفقد المقصود من البحث. البحث شرع ووضع لاختبار القدرات وتدريب